A child on a sled reaches the bottom of a hill with a velocity of 10 meter per second. هو نزل من مرتفع وصل لغاية البوتوم ب 10 meter per second and travels 25 meter along a horizontal straight way to stop. مشي بعد كده 25 متر وتوقف نتيجة الفريكشن. بيسألني if the child and the sled together have a mass of 60 kilogram, what is the average retarding force اللي هي يعني الفريكشن أو قوى المحكسة المضادة on the sled on the horizontal straight way. طيب الأول نحسب الأكسلريشن عشان أقدر أطبق الـ F تساوي ما. إحنا عندنا السرعة الابتدائية بعشرة، السرعة النهائية بصفر، فـ V تربيع بتساوي الـ V نوت تربيع 2A دلتا إكس، الدلتا إكس عندي بـ 25، وطلعت الأكسلريشن بـ ماينس 2 في الاتجاه ده. طيب دلوقتي هنطبق أو سيجما الفورس تساوي ما، لو خدت الاتجاه الموجب يمين الفورس طبعا تبقى يسار ماينس اف ار اللي هو عايزها. الام ايه؟ الماس ب 60 اكسلريشن بماينس 2. فلو قسمت او لو ضربت بقى 60 في ماينس 2 تطلع الفورس بماينس 120 في الاتجاه ده، او اقول هي 120 او ال 120 في الاتجاه اليسار، او اقول سالب 120 واسكت، يعني زي ما انت عايز يمشي كده ويمشي كده. احنا لو ضربنا لو حطينا هنا سالب يعني باعتبار ان اتجاهها كده، فالسالب بتاع الاي هيروح مع السالب ده، فالاف ار تطلع 120 نيوتن، 120 نيوتن في الاتجاه ده اللي هو على الرسم. لو كتبت سالب 120 ممكن يفهم منها ان هو في الاتجاه السالب، فاما تحط سالب 120 وتسكت، او تحط 120 بس وتحط الاتجاه السالب جهه، تحط سهم جهه اليسار.